أريح الهوى يا أم شمع ومشعلي على كل قبر دارس أو مجلل. أريح الهوى يا أم شمع ومشعلي على كل قبر دارس أو مجلل. فلست براج قبر من كنت زائرا أقبر ولي كان أم قبر مرسل. فمن يرجو أو ينزل بميت فإنما رجائي بحي لا يموت ومنزلي. فيا راجيا غوث الرفاعي دهره متى جاء غوث من تراب وجندل. فلو كان غياثا لما احتاج حفرة تقيه وحوشا إن تنل منه تأكلي. فدع ميتا يحتاج للقبر واستغث بحي كريم منعم متفضل. ويا أيها الراجح حسينا لكربة أترجو لكرب من أصيب بكربل. فلولا حسين كان يملك نجدة لأنجاد نفسا منه في ضنك منزلي. فدع كربليا واستغث بمهيمن به الكرب يمحى والبليات تنجلي. ويا أيها الراجي عليا لقوة أترجو القوى ممن تقوى بجحفلي. فما لي علي لم يل البأس وحده وما لي علي وحده الحرب لم يلي. وما لي علي لم يقل قتل نفسه بعاقبة جارت عليه بمقتلي. فخلي ضعيفا دون حول وقوة وباسم القوي الحق سبح وحوقلي. ويا راجيا عيسى لرزق ومأكل متى كان عيسى فيض رزق ومأكل. هو القائل ارزقنا كفافا إلهنا فما لك عن الرزاق عيسى بمغفل. فدع سؤل عبد ليس يملك رزقه وأمل برب فوق سؤل المؤمل. ويا من يرجي المصطفى لبلائه لقد سرت ضد المصطفى فتمهل. فما المصطفى كرب العباد بكاشف ولا المصطفى حل الورى بمحول. فلو كان منه الأمر كان أشف ابنه وألقى الهدى في قلب عم مضلل. فلا تدعون المصطفى وادع قادرا بكاف ونون منه همك ينجلي. هو الله رب الكون والكون عبده فلا تسألن العبد والله فاسألي. هو الله مولانا له الملك وحده وليس لغير الله حبات خردل. أريح الهوى يا أم شمع ومشعلي على كل قبر دارس أو مجلل. أريح الهوى يا أم شمع ومشعلي على كل قبر دارس أو مجلل.